Not only this, but they became extremely fanatic for their sheikh, to the extent that Muhammad Madkhali, he said, whoever goes to Mecca and he does not pass by our big sheikh, Rabee Madkhali, he is drawn with hypocrisy. Why he doesn't pass by our sheikh when he goes and make Umrah or Hajj in Mecca? Isn't it but because he is drawn with hypocrisy in his heart. ولو كان بأقطاء بأطراف الأرض هذا في شرقها وهذا في غربها ويتمنى أن يلقاه ويراه والبدعي يكره السني كما أن السني يكره البدعي لا شك ولا ريب وإلا الذي يأتي إلى مكة وليس عنده شيء يمنعه ما يحرص على زيارة الشيخ مغبون هو الخاسر الشيخ ربيع ما يضره شيء لكن هو الخاسر والناس كما قلت لكم أهل السنة والله يستغربون منه لأنه ما ينصرف عنه إلا مغموس كما قلت لكم بالقيد هذا إذا لم يكن له عذر كعائلة لا يجد من يقوم بهم أسرة معهم لا يجد من يقوم بها أطفال ونحو ذلك أو وقته قصير أو نحو ذلك من الأعذار الصحيحة أما من يقيم بمكة أسبوع وعشرة أيام ولا يستطيع الذهاب للشيخ ربيع ويقول أنه سلفي يقول ما الذي منعه ما في وجود أعذار صحيحة عنده ما الذي منعه إلا شيء في النفس لا شك ولا ريب. Oh my goodness. So now it became like this. You praise their sheikh, you're Sunni 100%. You have a problem with their sheikh, you are Mubtadi 100%. But even I'm against Bid'ah, even though. But you have a problem with our sheikh, you're Mubtadi. Bismillah, mashallah.